اهلا بكم. هذا جماعة الخير تايمر حق مضخة رذاذ جديد جاي بالشنطة هذه. الحين تقدر تتحكم بها الوقت اللي تبيه. احنا مخلينا تقريبا 16 ثانية شغل و 16 ثانية توقف فقط للتجربة. انت تتحكم فيها الوقت اللي تبي تشغله وتطفيه. تبي دقيقة دقيقة. الحين شوف الان اشتغلت. تعال معي شوفها. هذه هي جماعة الخير وجاي مع ستاند. حمد كم فتحه معه؟ 11 فتحه. في 11 فتحه جماعة الخير. طوله تقريبا 5 متر، احنا خلينا رايح جاي عشان الستاند طوله تقريبا مترين ونص. وجايه بالشكل هذا. هذا الحين الكلاليب هذولي تربطهن المكان اللي تبيه. تمام؟ الحين 5 ثواني تشتغل من ثاني. اشتغلت الحين. التايمر تحكم به على الوقت اللي تبيه. سعر يا جماعة الخير مع التايمر 355، وإذا بغيت القاعدة 150. هذا هو الآن 15 ثانية يطفى الآن. طفى الآن. الوقت بيدك تحكم فيه على طلبك. تبيه دقيقة يشتغل 10 ثواني بعدين يطفى على طلبك. الحين 15 ثانية بيشتغل مرة ثانية. طبعاً احنا خلينا نرجع مرة ثانية لأن هذا طوله 2.5 تقريبا. توفى على متجر يا جماعة الخير، تحصلون على متجر أيضاً.